سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله، فمن نعم الله عز وجل علينا هذه المجالس، الله يديم، والله عز وجل اختارنا لها ليس بفضل منا ولكن محض فضل منه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما اختارنا في هذه المجالس أن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فمرحبا بكم مع فضيلة شيخنا مصطفى بن العدوي رحمه الله تعالى أبو عبد الله، بارك الله فيه وفي علمه وزاده الله عز وجل توفيقا وسدادا، ولك بمثله، مع شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فوصلنا عند بعض المسائل نتلوها على شيخنا حفظه الله، لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه ويفتح عليه بإزالة هذه الإشكالات. الله المستعان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا رب، يا رب لا حول ولا قوة إلا بك. تفضل. جزاكم الله خيرا. شيخنا حفظكم الله أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إشكالا، ألا وهو أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى قومه صلى بالناس، فصلى ذات مرة فأطال، صلى بالبكرة فترك بعض من وراءه الصلاة وخرج. فهل هذا الرجل الذي خرج هل استأنف صلاته بدخوله مع معاذ ولم يكبر، أم أنه سلم ثم كبر وبدأ صلاته مرة أخرى؟ أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعض الآثار في ذلك، بأنه خرج ثم صلى، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد بعض الألفاظ وفيه أن الرجل تنحى ثم سلم ثم صلى. فهل هذا الرجل ائتم أو لم يبدأ تكبيرة أخرى بعد خروجه مع معاذ، أم أنه ابتدأ تكبيرة أخرى؟ وفقك الله عز وجل يا شيخنا لما يقول. تعني أن المفارق يبدأ من الأول أو يتمم على ما سبق؟ نعم نعم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه المسألة حديثية محضة، وإن شئت أن تقول أيضا للفقه دور فيها، إذا قلنا ليست بمحضة، لأن هذا الفعل من هذا الصحابي ما أمر به. يبقى النظر هل سلم ثم بدأ الصلاة من جديد أو هل أكمل على ما بقي، كل ذلك فعله وموقوف عليه. والروايات الثابتة التي بحثتها في هذا الصدد ليس فيها أي تفصيل، ليس فيها أنه سلم ثم بدأ الصلاة من جديد، ليس فيها أنه تمم على ما سبق، ما فيها تفصيل واضح. فالأقوال فيها اجتهادية، في روايات فيها بعض التفصيل كذا، سلم كما تفضل الشيخ، لكنها رواية شاذة، سلم ثم كبر من جديد، لكنها لفظة شاذة. المتون العامة لهذا الحديث، ونحن الحمد لله على نعمة جئنا نبحث مسألة، نجمع كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد وننظر هذا المتن، رواية البخاري كيف هي، رواية مسلم، رواية أبي داود، رواية الترمذي، ونناقش من الذي شاذ بلفظ. فبعد هذا الموضوع تبين لنا أن ما هنالك تفصيل واضح في المسألة. جاءت بعد ذلك أقوال الفقهاء، فمن العلماء من قال صلاة الأولى ليست بباطلة، صلاة الأولى ليست بباطلة، فلو أتممت على ما سبق بناء على الاستخلاف الذي حدث زمن عمر مع لما قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي مثلا، بناء على استخلاف أبي بكر لرسول الله، أو الرسول عفوا طلق تقدم للصلاة وتأخر أبو بكر، مش لا أقول استخلاف أبو بكر للرسول باللفظ، إنما أقول ائتمام أبي بكر برسول الله بعد إن كان إماما، يعني أشياء قيسة فقط، كلها إن سلمت سلمت أو لم تسلم لم تسلم، لكنها أقوال قوية. قول منها قول من قال
ينفصل بدون تسليم ويبني على ما سبق، لأن ما سبق منه ليس بباطل، ولم يحدث في الصلاة ما يبطلها، ونية المفارقة لا تبطل الصلاة، والله أعلم. لو عندك شيء زائد أفيدنا به. شيخنا حفظكم الله جزاكم الله. إجماعات أو نعم. حديث دل شيخنا بصلاة الخوف أن جمع من الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا فأتموا الصلاة. أتم كل واحد إيه؟ بعد أن ترك الرسول، هذا يستدل به على أن الصحابة ما أبطلوا صلاتهم، لأن النبي صلى بكل طائفة ركعة وسلم، وكل فريق قام يأتي بالركعة التي فاتته بدون إمام. تفضل. جزاكم الله خيرا. الله ينفع بك، هذه لفتة طيبة. تفضل. نفس الشيء، القطار سيفوتك والإمام يطيل. في أئمة غير ليسوا بفقهاء لا يبالوا بالناس، يقول لك اللي تعبان يخرج، اللي تعبان يمكث يجلس. تفضل. جزاكم الله خيرا. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إشكالا آخر، وهو إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى، فلماذا أتم عثمان رضي الله تعالى عنه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، فكيف الجمع بين هذا يا شيخنا؟ جزاكم الله. معلوم والحمد لله والصلاة والسلام أن الصلاة بمن ركعتين، الصلاة بمن ركعتان كل الحجيج، عثمان صلى أربعا. بعض الصحابة أنكر ذلك على عثمان، كما سمعتم عن ابن مسعود أنه قال صليت خلف رسول الله ركعتين وأبي بكر ركعتين وعمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. لكن صلاة عثمان لم تبطل. فسؤال الأخ، لماذا صلى عثمان أربعا بمنن؟ صلى عثمان أربعا بمنن التمس العلماء التماسات، أولها أن عثمان اجتهد ولم يصب، وهذا ورد على أي بشر أثناء رسول الله الكرام عليهم السلام، اجتهد عثمان ولم يصب. ثانيا أن يكون عثمان رضي الله عنه كان قد تأهل بمكة، تزوج واحدة ثانية في مكة، فظن أن له حكم أصحاب مكة أهل مكة، وهذا أيضا تأول خطأ، لأن المهاجري لا يرجع إلى بلده التي كان فيها. عثمان هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه، هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه. فالذي يظهر لي أنها اجتهادات من عثمان رضي الله عنه، والثالث أنه لا يرى أن القصر واجب. فهذه الوجهات الثلاث التي التمست لعثمان رضي الله عنه، وكلها مهم ليست وفق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي دليل على بشرية الصحابة، وأنه قد تصدر منهم اجتهادات لبشريتهم تجانب الصواب، والله أعلم. في شيء آخر أضافه الطحاوي؟ جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. هو كما تفضلت يا شيخ. نعم تفضل. هذه مسألة يعني طلل فيها الكلام، هل الصلاة في من ركعتان؟ إذا أهل مكة حجوا يصلوا ركعتين بمنى أم ليسوا مسافرين؟ يعني هل هي نسك أو لسفر؟ القول فيها أكثر من قول، والظاهر أن الجميع قصروا مع الرسول. نعم تفضل. يعني قصر للنسك، سيرجع القائل يقول ما عندنا نص أن النسك يقصر له، فنقول عندنا الفعل. نعم تفضل. جزاكم الله شيخنا. وياك. أورد الإمام الطحاوي وشيخنا إشكالا آخر، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها في طهر، أو إما وهي طاهر أو هي حامل. ليس هناك نص يخالف هذا النص، ولكن يا شيخنا بعض العلماء استدل بفهمه من أن الحامل لا تحيض، من أن أولا
اللفظ لفظ وهي حامل لفظ شاذ في قصة ابن عمر، لفظة شاذة في حديث ابن عمر، إنها ممرها حتى يراجعها فليتركها حتى تطهر، ثم إن شاء ثم يمسك، وإن شاء طلق، وإن شاء راجع، وإن شاء أمسك. في رواية فيها مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، يعني طهران على سبيل الاحتياط كما قال بعض العلماء في حال صحة الروايات. لكن هو يسأل سؤال آخر، هل تحيض الحامل أو لا تحيض؟ هذا السؤال باختصار، بغض النظر عن ربطه بقصة ابن عمر، لأن قصة ابن عمر ليست فيها لفظة تفيد في الحكم. فالسؤال هل تحيض الحامل؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، إلا أن فريقا قال قد تشذ امرأة وتكون صورة مستثناة، لكن الحامل لا تحيض، لأن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. وقالوا أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبني على الأقراء في الطلاق أو على وضع الحمل عندما كان من كانت حاملا. فالجمهور على أن الحائض لا، أن الحامل لا تحيض، والدم النازل منها إذا نزل دم فهو دم فساد على الراجح. هذا رأي الأكثرين والله أعلم. لو عندك شيء أورده الطحاوي أفنا. جزاكم الله خير يا شيخ، وكما ذكرت يا شيخ وإياكم، بارك الله فيكم وسلمك الله يا شيخ عماد بأزيد، والشيخ عماد الله يحفظه له كتاب في أسماء الله وصفاته، وله كتب أخرى ذكرنا ببعضها يا شيخ عماد. هو كتاب الأسماء يا شيخنا، وكتاب الصفات تحت الطبع، وإن شاء الله في كتاب الإيمان إن شاء الله. كتاب الأسماء طبع، وكتاب الصفات تحت الطبع، وفي كتاب الإيمان. وفقنا الله إياكم لكل ما يرضي عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير إن شاء الله. وغدا صيام الخميس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.